ورحمة الله وبركاته. كنا هنتكلم، بس كان في زميل طلب مني ان اطلع فيديو على موضوع قياس الغازات في الكونفايند سبيس او الاماكن المغلقة. ببساطة شديدة عشان الفيديو برضو ما يطولش، ده الجهاز الشخصي اللي هو بيكون موجود مع الشخص اللي بيعمل داخل الاماكن المغلقة. ده جهاز بيقرأ غازات متعددة، مالتي جاز ديتكتور، تمام؟ بيتم تشغيله بالطريقة دي، بتكة بس فترة، تمام. طبعا الجهاز بياخد فتره عما بيبدا يقرا الحساسيه بتاعته، او الحساسيه بتاعته تقدر تقرا مين الغازات اللي موجوده. بصفه عامه اي مكان مغلق كونفايند سبيس بينطبق عليه شروط المكان المغلق، لازم اقيس او اختبر الجو اللي عندي، اقيس الغازات اللي موجوده داخل المكان المغلق بتاعي، تمام. الجهاز بتاعنا بيقرا اربع انواع من الغازات، 4 types، تمام. اول نسبه عندنا معانا الاوتو او غاز الاكسجين المتنفس الطبيعي بتاعنا، وده نسبته من 19.5 ل 23.5. اقل من كده ما ينفعش، اكتر من كده ما ينفعش. اقل من كده احنا فين ممكن ان انا افقد تركيزي ويحصل لي انهيار وي وي والكلام ده كله، ويضيق التنفس والكلام ده كله. اكتر من كده طبعا بيبقى فيه فرصه اعلى ان انا يحصل لي حريق عندي في المكان المغلق بتاعي. بعد كده هنتكلم على ال H2S او غاز كبريتيد الهيدروجين، او بيسموه طبعا الغاز ريحة الصفار او البياض او الكلام ده كله الفاسد. ده نسبته 10 بي بي ام، 10 بارتيكلم بير مليون، او 10 جزء من المليون. ده الحد الاقصى المسموح ليك انك تتعرض له في خلال 8 ساعات. طيب لو انا اكتر من كده بعمل بقى التهوية بتاعتي، او البس اي مواد الايه الحمايه الشخصيه. بعد كده بنتكلم على السي او، غاز اول اكسيد الكربون، وده غاز سام، والحد الاقصى المسموح لك ان تتعرض ليه 35 جزء من المليون، 35 بارتيكلر بير مليون، تمام. ده غاز يعني بص ده مميت، سام بيخش جوه على طول، تمام. فده لازم ناخد بالنا من النقطه دي. اخر حاجه عندنا والحاجه المهمه ال LAL او الغازات القابله للاشتعال، تمام. ال LAL تعريفه هو الحد الادنى للاشتعال، تمام. اللي من غاز الفلاني لو انا وصلت له مع مصدر حراره هيحصل بوم فاير اور اكسبلوشن، اشتعال او انفجار. طيب ادينا مثال، او اي اقصى حاجه موجوده هي 10، يعني النسبه بتاعتي ما تتعداش 10% من الحد الادنى، 10% من ال LAL. كل غاز عندنا موجود بيبقى ليه حاجه اسمها LAL و UAL، لور لور اكسبلوجن ليميت وابر اكسبلوجن ليميت، تمام. طيب ادينا مثال السي اتش 4، غاز الميثان، ده غاز قابل للاشتعال، الحد الادنى بتاعه ال LAL بتاعته 5%. طيب انا مسموح لي كام بقى في الكونفايند سبيس؟ 10% من ال 5% دي، اللي هي بمعدل كام؟ ال LAL ساعتها بقى تبقى كام؟ لو وصلت ل 10% تبقى نص، تمام. طب لو وصلت ل 5 ساعتها هيحصل اشتعال لو في مصدر حراره. انا بقى مش هسمح له بقى، مش يوصل لخمسه، مش هسمح له يتعدى النص. فاول ما يوصل ل 10% الجهاز بيدي الارم. عايزين نقرب بس كده ونشوف بصفه بسيطه الغازات بتاعتنا اهي، سي او، ال H2S، ال LAL، الاوتو او الاكسجين، تمام كده. طيب المعايره بتاعتي، المعايره لازم تكون صالحه في خلال سنه، اقصى حاجه سنه، كل سنة لازم يتم المعايرة بتاعتي. وده جهاز شخصي يتم تعليقه عشان لو حصل لا قدر الله زيادة تسريب غازات او وجود غاز كده، يدي الارم عندي اول ما يوصل لحد الادنى او الحد الاقصى المسموح به. ودمتم بخير، والسلام عليكم.